Lagu wajib Gabat Rotim. Akan membacakan halaman 190 Al-Hadisul Awal. Halaman 190. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali Al-Hadisul Awal an bahril ilmi dafiq ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة
ilal arham zakiyatil fatirah hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin rabbu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Laku bebas. هو عند وجل النور وإن تصل على الرسول هو عند وجل النور وإن تصل على الرسول كيف يحجر للفجر يا طه فيه ضي علي كيف يحضر للفجر يا طه حبيبي ضي علي للعرب حنثني إلي يمن الله علي للعرب حنثني إلي صلى الله علي وعنده رجل النور
Untuk peserta selanjutnya atas nama Nur Khalis Kamar Al-Hamran 10 dengan jenis perlombaan Tartilul Quran. Dan untuk persiapan atas nama Azam Makarim Rubat TA jenis perlombaan Tartilul Quran.